صحيح ثابت. نعم. للثاني هل الشيعة كفار؟ لا بد من التفصيل في شأنهم. بمعنى؟ ليسوا كلهم كفار. يعني أمامهم كفار؟ نعم. رؤسائهم كفار؟ لازم تفصيل. الشيعي الذي يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات ويدعو الأموات من دون الله مشرك. الشيعي الذي يرى أن القرآن محرف، القرآن الذي بين أيدينا هذا محرف، كافر. فالشيعي الذي يسب بعض الصحابة مرتكب لكبيرة، فلا بد من التفصيل في شأنهم، والإجمال لا يصح. شكرا. الله يكرمك.